التسليمات كانت في غاية الدقة، وأظهر الجيش اليمني أنه متمكن من أرقى أنواع التكنولوجيا، لأنه هذه الحروب البحرية هي أصعب الحروب على الإطلاق نظرا لكبر المسافات. لما الجيش اليمني يرمي على مسافة تزيد على 300 ميل، ففي الحقيقة هذه قدرات الجيوش الكبرى، وأقصد هنا الدول العظمى. إذن اليوم لم يستطع فهم ما يحدث، والخطأ الكبير أنه استصغر حجم الجيش اليمني، ويعني لما تكلموا في البداية تكلموا أنهم سيردعون هذا الجيش وسيسمحون للسفن الإسرائيلية بالمرور، رغم أن اليمنيين لم يقولوا يوما أنهم يتعرضون للتجارة العالمية، هم قالوا فقط وهذا مشروع أنهم يقفون إلى جانب إخوانهم في غزة وأنهم يستهدفون السفن الذاهبة منه إلى ميناء أم رشراش فقط. إذن هي أنا أسميها صدمة استراتيجية، لأن تداعياتها ستكون خطيرة، وهذا بالطبع الحال. وأنا حقيقة أنا فخور وكعربي مسلم بأن جيش عربي يمتلك كل هذه القدرات التقنية والتكنولوجية والتحكم في الأسلحة، من أصعب الأشياء بالنسبة للعسكري الذي يدرب أفراده هو ما رأيناه في الاستعلامات، كيف تمكن الجيش اليمني من معرفة حتى هوية السفن التي تحاول إخفاء نفسها وتلبس كسوة غير كسوتها الأصلية. هذه مقدرة في الاستخبارات لم نعرفها في العالم العربي. ثانيا، هذه دقة الرميات بهذا النوع من الأسلحة. أنا عسكري لم أدرس أن هناك صواريخ باليستية ممكن أن تضرب السفن، وهذا جديد. وأنا أؤكد لك أن العالم اليوم، الكليات الحربية في العالم كلها تريد أن تفهم ما يحدث. إذن رغم كل هذا قام الأمريكي مع بريطاني بغارات لا تحصل وتعد، أملا منه في ردع الجيش اليمني، ولكن ما زادهم إلا قوة وإيمان. ورأى العالم بذهول يعني سفن ضخمة تغرق أمام كاميرات العالم، ورأى سفن يعني يتم الاستيلاء عليها أمام معناها بكاميرات العالم كل وتلفزات العالم كل تنقلها. إذن هي صدمة استراتيجية كبرى، ومن بشائر هذه الصدمة أنكم غيرتوا العالم. اليوم هناك رقم يهدد الكيان في عمقه، 51% من الأمريكان الشبان يريدون لا فقط أن يكونوا مع غزة، بل يريدون زوال الكيان الصهيوني، وقد استشعر اللوبي الصهيوني هذا الخطر، واليوم سيصبح عنيفا جدا. ورأيتم كيف أعطوا الأوامر يعني للقوات الأمن الأمريكية بالتدخل مباشرة وفض الاحتسابات بالقوة. سقط قناع الردع في إسرائيل، سقطت الهيمنة الأمريكية في البحار، سقطت كذبة الديمقراطية والحرية التي كانت تبجح بها الأمريكان، وقتلوا 4.5 مليون عربي ومسلم بهذا العنوان، بعنوان نشر الديمقراطية والحرية. واليوم ظهر بالكاشف أنهم لا هم ديمقراطيون ولا هم يعني يعتمدون على أساس الحرية. اليوم هناك شرخ بين الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي وبقية الشعب الأمريكي، وقد استشعر الشبان هذا، وهذه كلها من بركات ما قمتم به. نبقى في الجانب العسكري، اليوم هذا الصمود وهذه الدقة، وما قاله قائدكم منذ قليل أنه يحضر لهم يعني فترة رابعة، أي أن هناك مفاجآت استراتيجية أخرى. إذن كل هذا سيساهم إن شاء الله في ردع الكيان الصهيوني وجره يعني رغم أنفه إلى طاولة المفاوضات وإنهاء العدوان. وحتى ولو انتهى العدوان فإن تبعات هذا خطيرة وخطيرة جدا، لأن الجيوش يلزمها عشرات السنين لإعادة بناء عقيدة قتالية، وقد سقطت عقيدتهم وأصبح اليوم جيشا وهلا. وأنا أبشركم أن عسكريا لن يتمادوا في النتساريم، سيخرجون، لأنه قاموا بأخطاء فادحة. حتى عسكريا لما القوات تتوقف عن التحرك والمناورة فإنها تصبح هدف سهل للمقاومة، وهذا ما يحدث الآن. يعني برهن العالم أنكم أنتم في أوج يعني التكنولوجيا والقوة والصمود والتحكم في الأسلحة والتحكم في التقنيات يعني التقنيات الحديثة، بينما ظهر الجيش الإسرائيلي بالعكس تماما، لولا بعض التفوق في مجال الجوي والطيران والدفاع الجوي أنا أعتقده جيشا ضعيفا لا يقوى. حتى يعني هذا أصغر مكون عسكري عربي مسلم، وأنا تكلم عن المقاومة الفلسطينية، و7 أشهر ولم يحقق أي شيء. يعني هذا عار وعيب
وأنا استغرب كيف لم يقدم هذا الهليفي هذا القائد الأركاني إلى حد الآن استقالته، لأن القائد الذي لا يتمكن من تحقيق أهدافه فهو قائد فاشل وعليه يعني الاستقالة. إذن طوبى للجيش اليمني لما أنجزته لفائدة العالم، وأكد على مسؤوليتي ما قمت به سيغير العالم، لأن الحسابات الآن حسابات استراتيجية أكثر منها تكتيكية وأكثر منها عملياتية.